نظمت دار الأوبرا المصرية سهرة رمضانية بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأقيمت الاحتفالية بالمسرح المكشوف بمشاركة فرقة الموسيقات العسكرية. إحياء للذاكرة الوطنية للمجتمع المصري، شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية سهرة غنائية خلال الشهر المعظم بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان. بدأت السهرة بفرقة الموسيقات العسكرية التي قدمت مجموعة من الأعمال الوطنية والدينية والمرشات العالمية. الاحتفالات العاشر من رمضان ده عيد عند كل المصريين، كل المصريين بيحتفلوا بعشر رمضان أو احتفالات نصر أكتوبر، يعني عيد عند كل الناس، مش بس يعني احنا بنزود ده بالاحتفالات الفنية بالليالي الفنية اللي احنا بنعملها، لكن الموسيقى او الفنون يعني كل حد فينا او كل الاطفال او كل الكبار او الشباب بيبقى ليهم يعني مش انتماءات بس ليهم مزاجات مختلفة، او يعني كل حد بيحب لون مختلف في الموسيقى، فاحنا بنحاول نحافظ على ان احنا يبقى عندنا التنوع ده ما بين الفنون الشبابية ما بين الموسيقى الكلاسيكية. وخلال الحفل قدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار عددا من الأعمال الغنائية الوطنية والروحانية الشهيرة التي تثري الروح الوطنية. بشارك في حفلات الجبهة حتى كتير جدا، في حفلات كتير قوي. النهاردة بنحتفل في شهر رمضان، بنغني أغاني مناسبة لرمضان ومناسبة عشر من رمضان لذكرى الانتصارات لحرب أكتوبر في 73، يعني حاجات كتير قوي، أغاني وطنية أغاني دينية لرمضان، يعني أغاني مشهورة جدا زي رمضان جانا وغيرهم كتير. هي حفلة جميلة، ودكتور محمد عبد الستار بيدربنا حلو قوي وإن شاء الله هننجح. أنا النهاردة عندنا حفلة العشر من رمضان، إحنا دلوقتي يعني بنغني وبنقول أغاني رمضان وأغاني وطنية. أنا النهاردة هغني أغنية سمينة وعدينا، غني طرازي القديم مع دكتور محمد عبد الستار، والنهاردة هغني أغنية عاش في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. الأوبرا أعدت برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان الكريم، يتضمن عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، ولتكون دار الأوبرا المصرية دائما وأبدا ساحة للإبداع واكتشاف المواهب الواعدة والصاعدة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.